تخصص هضاب الدخول، حيث موارد الدخول وعددها 6 موارد، وهي منذ الجاهلية لليوم لم تتغير، ومطوية بالحجر وماؤها عذب رغم أنها عميقة جدا، ويقع خلفها السد البدائي الذي قلنا عنه، وأيضا الهضبة المشهورة هضبة الدخول. وما زالوا الحجاج إلى وقت قريب يريدون إلى هذا المكان، وكما ذكرها امرؤ القيس فهي في مكانها كما كانت، 6 أبيار كما كانت.